مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده ضيفنا الكاتب الكبير استاذ وحيد حامد وحوار حول المسلسل الذي اثار جدلا واسعا في رمضان، الجزء الثاني من مسلسل الجماعه. لو تذكر الجزء الاول كان انتهى بوفاه او مقتل او اغتيال حسن البنا، والجزء الثاني انتهى باعدام سيد قطب. جدل واسع حول الجماعه سواء من الناصريين أو من الوفديين أو حتى من المجتمع عموما، الذي اعتبر أن المسلسل أجزاء منه قد تثير التعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية. النهاردة أستاذ وحيد هيتكلم معنا على كل هذه الانتقادات، لكن الحقيقة في مجمل المسلسل هذا مسلسل مهم، هذا مسلسل يعني أولا دراميا هو مسلسل مهم جدا، تاريخيا هو مسلسل مهم جدا، ورغم كل الجدل الواسع حول هذا المسلسل. لكن خلونا اولا نبدا بالاخبار. والنهارده قطر سلمت ردها على المطالب العربيه لمصر والسعوديه والامارات والبحرين الى الكويت. كان ذلك بواسطه زياره من وزير الخارجيه القطري الذي سلم رساله خطيه من الامير تميم بن حمد الى دوله الكويت. على الجانب الاخر، الدول العربيه الاربع وافقت على مد المهلة لمدة 48 ساعة المهلة، وهو بناء على طلب دولة الكويت. مد المهلة لقطر، المهلة كان المفروض أنها تنتهي اليوم، ولكن الكويت طلبت مد المهلة 48 ساعة، وذلك لإعطاء الجانب القطري مهلة أكبر لتقديم رد قد تقبله الدول العربية. يوم الأربعاء المقبل اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وهذا هو أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربعة منذ اندلاع الأزمة ومنذ قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو. ومن المتوقع أن يخرج الجميع ببيان مشترك أو بموقف رباعي مشترك، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك مؤتمر صحفي رباعي مشترك للدول الأربعة ولوزراء خارجية الدول الأربعة. خلونا نسمع عادل الجبير وزير خارجية السعودي. النهاردة كان في مؤتمر صحفي في السعودية في الرياض مع نظيره الألماني، وماذا قال عن المهلة أو ماذا قال عن الرد القطري وعن دراسة الرد القطري؟ كلنا اتفقنا فيما يتعلق بقطر على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ووقف دعم التطرف ووقف التحريض وبث الكراهية والتدخلات في شؤون دول الجوار، وعبرت لمعاليه عن تطلع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين وجمهورية مصر على أن يكون رد الأشقاء في قطر على طلبات الدول الأربعة إيجابيا لكي نستطيع أن نصل إلى حل هذه الأزمة. واطلعت أكدت لي معاليه على حرص الدول الأربعة على بناء أفضل علاقات مع الأشقاء في قطر، وأكدت له أن الهدف من وراء الإجراءات التي تم اتخاذها هو تغيير في سياسات قطر التي نعتبر أنها تسيء لقطر ولدول المنطقة وللعالم. فنحن نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها. إذن دراسة الموقف القطري بدقة أو الرد القطري بدقة ثم الرد على الموقف القطري. ماذا بعد؟
زي ما قلت لكم في اجتماع رباعي في القاهرة يوم الأربع المقبل، ومتوقعين مؤتمر صحفي مشترك للدول الأربع أو لوزراء الخارجية الدول الأربع يخرجوا فيه يبلوروا الموقف العربي من الدول الأربع. ماذا تريد هذه الدول الأربع؟ مرة تانية الشروط والمطالب العربية هي مطالب منطقية، وإما أن تقبل كحزمة واحدة أو ترفض كحزمة واحدة. الدول العربية الأربعة لن تقبل تقسيم هذه المطالب ولن تقبل تشتتها أو محاولة إضعافها. الكويت طبعا تقدمت في محاولة لحلحلة الموقف بخمسة مطالب من هذه المطالب، يعني بدل إغلاق الجزيرة تخفيف التحريض في الجزيرة ووقف التحريض في الجزيرة، في يعني مجموعة من يعني منتقام من هذه المطالب تقدمت بها الكويت. لسه الدول العربية لم تقل إن كانت ستقبل بفكرة الخمس مطالب دي ولا لا، ولكن موقف الدول العربية الأربع حتى هذه اللحظة يعتمد على حزمة المطالب متكاملة. والحقيقة أن هذه الحزمة من المطالب مش حاجة صعبة ومش حاجة غريبة ومش حاجة خارج عن المألوف. هذه المطالب كلها مندمجة في ميثاق الجامعة العربية وميثاق مجلس التعاون الخليجي. يعني اللي يقرأ ميثاق الجامعة العربية جامعة الدول العربية واللي يقرأ ميثاق مجلس التعاون الخليجي يلاقي ان كل ده موجود: عدم التدخل في شؤون الآخرين، عدم تمويل الإرهاب، عدم تسليح الإرهاب، عدم التحريض ضد الأنظمة العربية، كل ده موجود داخل المواثيق التي وقعت عليها قطر بنفسها طوال كل السنين دي، والمفروض انها كانت ملتزمة بها لكن طبعا ما كانتش ملتزمة بها. مرة اخرى هذه الازمة ليست وليدة الامس ومش وليدة خناقة امبارح، برغم ان ازمتنا ازمة مصر مع قطر هي ازمة بقالها سنوات طويلة، يعني حتى ترجع في نهاية عصر الرئيس مبارك وبعد ذلك كانت الأزمة ابتدت في نهاية عصر الرئيس مبارك، يعني من 2005 ابتدت كده بوادر الأزمة، والحقيقة أنها من قبلها من سنة 95. هذه أزمة تعود إلى عام 95، يعني أكتر من 21 سنة، والدول هذه الدول العربية لديها مشكلة مع قطر منذ انقلاب الابن على أو الأب على الجد. جت قطر في منتصف، واحنا بنعيد الكلام تاني لمن لا يفهم ولمن لا يريد ان يفهم ولمن لا يريد ان يعي، انه هذه الدول العربية مش دول متفرعانة كده طلعت فجأة وقالت لك ايه احنا اقوى من اي حاجة واحنا هنقول للقطريين اعملوا كذا وسووا كذا. كل ما تريده هذه الدول هو وقف التحريض والتمويل والتسليح للإرهاب. هو ده صعب؟ هو وقف التدخل في الأنظمة العربية، هو ده مستحيل؟ وقف فكرة الوكالة والسمسرة لمنظمات الإرهاب، هو ده شيء من الخيال؟ هذه مطالب طبيعية جدا زي ما قلت موجودة في المواثيق العربية، سواء ميثاق الجامعة العربية أو ميثاق مجلس التعاون الخليجي. طيب الحقيقة انه القطريين جم في 2013 وقال لك ايه طيب احنا اصل معلش ادوا تميم فرصة، اصل تميم ما خدش فرصة، اصل ادوني فرصة، اصل الوالد. دلوقتي لا الوالد ولا حمد ولا غيره، خلاص الموضوع منتهي. قائمة المطالب اما تقبل كاملة او ترفض كاملة، وده اللي هتعلن عنه الدول الاربعة يوم الاربعاء في مصر. ماذا بعد؟ دي معركة النفس الطويل، بمعنى ان احنا هنا امام من الاربع دول دي في ثلاثة من كبريات اقتصاديات المنطقة العربية بالترتيب كده: المملكة السعودية، الامارات ومصر، دول اكبر ثلاث دول اقتصاديا موجودين في المنطقة. طبعا دولة قطر دولة غنية ودولة عندها فلوس وعندها غاز وعندها قاعدة عسكرية أمريكية في 10,000 جندي أمريكي، وعندها قاعدة تركية وعندها حرس ثوري إيراني وعندها كل ده، لكن دي معركة النفس الطويل لأنه قطر مش هتقدر تعيش تحت هذا الضغط، وانا ما بقولش الحصار، تحت هذا الضغط مدة طويلة، واللي نفسه أطول هو اللي هيكمل. دلوقتي أي تمويل، وانا مش هتكلم بس على إيقاف التعامل بالريال القطري من في بنوك أجنبية، ولكن أي تعامل مالي
خارج من قطر او من شخصية قطرية هيتم يعني مش الكشف عنه، تقطيعه كشف، لانه خلاص احنا عندنا دول بتقول انكم ممولون للارهاب، عندنا ترامب بيقول رئيس الامريكي رغم الخلاف داخل الاداره الامريكيه مع تيلرسون وزير خارجيه الامريكي، لكن الرئيس الامريكي بيقول ان قطر طالما كانت دوله مموله للارهاب، عندنا اعتراف قطري، اعتراف قطري، يعني مش عارفه اسميه ايه، غباء، تخلف، مش حقيقي والله في علم السياسه مش قادرة أسميه إيه؟ مش قادرة أسمي اعتراف وزير الخارجية القطري بأن قطر، والله يا جماعة مش إحنا بس اللي بنمول الإرهاب، ده في دول كتير تانية في المنطقة، إحنا لو كنا بنمول الإرهاب إحنا في ديل القائمة. نسمع وزير الخارجية القطري ماذا قال في مؤتمر صحفي أخير، أعتقد ده كان إمبارح. أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب و ما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم. يعني بيقول لك إحنا في ديل القايمة، احنا الحقيقة مش في مقدمة القايمة، احنا والله احنا دولة حرام صغيرة بنمول الارهاب صحيح، لكن نحن في ديل القايمة. يعني ما يعني ده راجل يتشال، مفروض يعني لو كان في فعلا نظام بيحاسب ناس وده ده الراجل ده يعزل، يعني يقال في نفس اللحظة تصريحه بهذا التصريح. خرجوا بتصريح تاني النهاردة، وزير الدفاع القطري خرج وقال انه والله احنا جاهزين لاي مواجهه عسكريه. مين اللي جاب سيره مواجهه عسكريه؟ من الذي تحدث عن مواجهه عسكريه؟ ما حدش اتكلم عن مواجهه عسكريه، كل ما يتم الان هو مواجهه سياسيه واقتصاديه، لم يتحدث احد عن مواجهه عسكريه. وبعدين معلش مين اللي هيواجهنا عسكريا؟ جيش المرتزقه؟ ال5000 تركي؟ الجيش اللي هم جايبينه من بلغاريا ومش عارف ايه ومأجرينه وبيستخدموا اللواءات بتوعهم بيستخدموا مترجمين علشان يترجموا الخبراء بيقولوا ايه؟ نسمع ما قاله وزير الدفاع القطري النهارده. قطر is not an easy country to be swallowed by anyone. We are ready, we stand ready to defend our country. I hope that we don't come to a stage where you know, a military intervention is made, but we always stand ready. We are here to defend our country, and we work, we live every day to defend our country, and we will do that. So do you think they're looking for regime change? This is exactly what's happened. I'm not saying hypothetical things. 1996, there was a hard coup attempt in 1996. 2014, they started to use a soft coup attempt. And 2017, it was definitely a soft coup attempt. And they are mistaken. الحقيقة إنه يعني هذه أضغاث أحلام من ناس لا شايفة الواقع ولا واقفة على الأرض. مرة أخرى الدول الأربع في انتظار الرد القطري، ونحاول نتعرف على آخر المستجدات. كاتب الكبير الأستاذ أحمد الجرالة، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية. سيد جرالة مساء الخير. أهلا بيك. يعني وأنت مطلع على ما يدور في الأروقة السياسية في الكويت الآن وطبعا في المنطقة جميعا، يعني هل هناك أي معلومات عن الرد القطري الذي سلم للكويت اليوم؟ الرد القطري في يعني ما يقدروا يهربوا من الموافقة على كل البنود اللي طلبتها الدول الأربع. والسبب أنه عملية تمويل الإرهاب وعملية صناعة الإرهاب وعمليات كل ماركات الإرهاب موجودة لدى واشنطن ولدى كل الدول الأوروبية. مصر والسعودية قدمتها لهذه الدول
اللي استجدت منها العون وأسلوها. هل أنا سألتك لكي أنه التصريحات مالت وزير الدفاع أو وزير الخارجية كلها تصريحات غير موزونة خلال العشرة الأيام اللي مرت. تصريحات هذه هي يريدوا أن يوحوا لشعبهم أنهم غير متأثرين، والحقيقة أنهم متأثرين ومزعجين وشعبهم بدأ يتململ ويتأثر. حضرتك بتقول، حضرتك قبل بس ما نكمل، حضرتك بتقول انه لا يمكن الهروب من الموافقه على كل المطالب، ولكن هل سيوافق؟ لا، يمكن مطلب او مطلبين يجري بحثهم، من ضمنها مثلا الجزيره هل تغلق، يعتبرونها انها شان سيادي شان داخلي. لكن لما نتكلمهم عن الجزيرة يقولوا مستقلة، احنا ما شفناها مستقلة في الخلاف اللي صار بيننا وبين قطر في الأحداث الأخيرة. صارت قناة شتيمة بكل الدول العربية عدا الكويت اللي اعتبروها تتوسط لهم، إنما في كل الدول العربية شتايم وشتايم المزعج والشرير أيضا. هذه اللي يبقى هذه اللي ممكن يقفوا عندها. لكن ايضا قطر الان فاض فيها الكل، انتهى انتهى، عرف لا حيلة لك. لا، الخط بيقطع يا سيد جرالة مرة اخرى، لو تعيد الجملة الاخيرة لو سمحت. يعني قطر لازم من الان لازم تعرف شغلة واحدة، ان هذه الدول ان تلبي طلباتها او ستعزل، والعزل ستصبح دولة مارقة مثل ايران. انت اليوم لما تيجي انت توحي لي بالاتصال بايران وتتصل برئيس ايران وتستقوي فيه وتستقوي في تركيا، ووزير ثقافتك يروح يزور قبر الخميني، هذه طيحة. يعني انت استفزتني انا، مش استفزتكم، استفزتي انا كشعب. انت تعرف ان ايران انا معها في عداء، وان ايران من جت الثورة فيها وهي تقول سنقدم الثورة لدول الخليج بما فيها قطر، انت تروح تزور قبر الخميني؟ طيب لكن لكن يعني يعني هل تتوقع أن يستمر النظام القطري في صلفه وفي يعني وفي غروره؟ ما أخلمت، لا ما مرحب بدليل. يعني تتوقع، يعني حضرتك بتتوقع، دي توقعات ولا معلومات يا سيد جار الله؟ لا معلومات يعني. حضرتك متوقع أنه يتم قبول القائمة العربية أو قائمة الدول الأربع؟ يلكلكوا على واحدة ثانية ما عدا أمر أو اثنين اللي هو إيه، قناة إغلاق قناة الجزيرة وإيه تاني؟ والتعويضات، لأنه يخافون أن بكرة هل المصريين اللي قتلوا أو المصريين اللي قتلوا يقيموا عليهم تعاون، هذه ما يوافقوا عليها أو يطلبوا يعني. إذا لم توافق قطر على القائمة، وأنا ما أعرفش حضرتك جايب التفاؤل منين، بس ربما لديك معلومات، إذا لم توافق قطر على القائمة وحضرتك بتقولي ستعزل، ماذا سيكون موقف الكويت في رأيك؟ ما الكويت ستنضم إلى شقيقتها الأربع. ستنضم الكويت إلى شقيقتها الأربع. إيه ما تقدر يعني، ولا والكويت كل يعني تأخيرها وكل ملاحقتها للموت تخشى أن هذا الصرح اللي خدمها عند غزة صدام حسين إلى الكويت إنه ينهز، ولكن ما بين انهز. اللي انهز الآن الأمور القطرية هي اللي انهزت، مش انهز مجلس التعاون ولا خطة السعودية ومصر. طيب هل يعني
يعني متى ستعلن الكويت عن الرد القطري؟ الرد حيكون مع وزير أرسل الرد القطري إلى الدول الأربع. بالفعل أرسل الرد القطري إلى الدول الأربع. نعم أرسل، وفي نفس الوقت الاجتماع قبل اجتماعهم حيكون عندهم في بكرة في عصر هي اجتماع وزراء الخارجية. يوم الأربع في القاهرة. ظهر الأربع. وسيلتحق بهم الوزير الكويتي، هذا معلومات. دي معلومة جديدة، سيلتحق بهم الوزير وزير الخارجية الكويتي. عند المعلومات اللي وصلت. نعم. برضه لأن أشياء يكون شفوية معلنة. نعم. بشكرك سيد أحمد الجرلة، الكاتب والصحفي ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، اللي معلوماته بتقول أن قطر ليس أمامها طريق إلا قبول قائمة المطالب للدول الأربع، وأنها بالفعل ستعلن قبولها فيما عدا يعني شرط او اثنين فيما يتعلق بالجزيره، اغلاق الجزيره والتعويضات. معلوماتي بتقول انه الدول الاربع مصره على كامل القائمه، هنشوف اذا كانوا ممكن يتفاوضوا ولا لا، اللي هو كامل القائمه دون تقسيم ودون يعني تغيير، اما ان يقبلها القطريون كامله او لا يقبلها القطريون كامله. هناك اجتماع بالفعل يعني الرد القطري في طريقه الى الدول الاربع، وربما ارسل بالفعل للدول الاربع كما قال سيد الجرله، وسيلتحق وزير الخارجيه الكويتي بوزراء الخارجيه الاربع يوم الاربعاء المقبل. ايضا معي من جده الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السيد صالح الزهراني. سيد صالح مساء الخير. مساء النور استاذ لميس، كل عام وانت بخير ومصر الحبيبه بكل خير. اهلا بك. يعني سؤالي الان توقعاتك للرد القطري، ونحن خلاص قاب قوسين او ادنى من معرفه تفاصيله. سيد جارلا بيقول انه يتوقع ان تقبل قطر بكامل القائمه، هل تتوقع بعد كل هذه التصريحات اللي من وزير الدفاع اللي بيتكلم على ان احنا جاهزين للمواجهه العسكريه، ووزير الخارجيه اللي بيقول ان احنا مش الدوله الوحيده اللي بتمول الارهاب، هل هذه التصريحات تؤدي في النهاية أو يعني تمهد الطريق لقبول القائمة العربية؟ سيدتي الكريمة، أنا لا أتوقع أن يكون هناك قبول من قطر لهذه القائمة، باعتبار أن قطر تعتبر أن بعض هذه الشروط تدينها بتمويل الإرهاب، ولذلك هي كمن يحاول أن يتملص من هذه التهم ويهرب عنها. كان بإمكان قطر أن تتوافق مع جيرانها ومع محيطها العربي منذ 2013 عندما أتيحت الفرصة لهم مرة واثنتين وثلاث وتعاهدوا، ولكنهم نكثوا بكل تعهداتهم. قطر الآن أنا متأكد أن الرد هو عبارة عن ردود عامة بأننا لا نمانع أن نتفاوض على ما تفضلتم به في إطار الأخوة وإلى آخره، ولكن الحقيقة أنها تريد أن تفرغ هذه الشروط من محتواها، بمعنى أن تجزئها وتتفاوض عليها واحدا واحدا، وبمعنى أن تحيد مواقف الدول يعني تقول للسعودية نحن ليس بيننا وبينكم شيء، دعونا نتفاوض مع الإمارات، أو تقول لدول الخليج أن ليس هنا بيننا خلاف، دعونا نتفاوض مع مصر لوحدها، أو تحاول بأي طريقة أن تلتف وتفرض شروطا أخرى سننفذ إذا نفذتم، وهكذا. ولذلك أتمنى أن تبقى الدول الأربع عند موقفها، بمعنى إما قبول الحزمة كاملة مثل ما هي أو رفضها كاملة مثل ما هي، ولتواجه قطر مصيرها.
هل هذه معركة النفس الطويل، بمعنى أنه محدش طبعا في تفكيره، ولا أظن أن هناك أي دولة تفكر في الاعتداء عسكريا على قطر، وبالتالي دي معركة نفس طويل، معركة ضغط، ضغوط سياسية وضغوط اقتصادية وعزلة اقتصادية. لماذا في رأيك وصل وزير الدفاع القطري إلى فكرة والله لو حد قرب لنا إحنا مش لقمة سائغة ومش دولة صغيرة ونحن جاهزون، كأنه يعني جاهز، يعني بيقدر فكرة العداء العسكري والاعتداء العسكري، لماذا هذا التصريح في رأيك؟ هذا التصريح متوافق مع السياسة القطرية التي تتآمر على محيطها، لأن كلا يرى الناس بعين طبعه أن قطر تتآمر على مصر وتتآمر على ليبيا وتتآمر على السعودية وعلى الإمارات، وتزود الجماعات الإرهابية بالمال وبالأسلحة وغير ذلك، فهو يعتقد أن هناك تآمرا أيضا على قطر، وهذا غير صحيح. لذلك عندما يقول بأن مستعدون للمواجهة العسكرية، دول الخليج لن تفكر أبدا في دخول قطر عسكريا إلا في حالة واحدة، لحماية قطر في حال مثلا اجتاحتها إيران أو غيره. أما أن تكون دول الخليج مبادرة إلى الاعتداء على قطر، فهذا في التفكير القطري المتآمر فقط وليس في تفكير دول الخليج. الأمر الآخر، القوات التركية التي وصلت هي أتت من أجل حماية حارس الكنز، من أجل حماية أموال التي يستفيد منها الإخوان المسلمين، وكلنا نعرف ميول أردوغان الإخواني الذي سارع مباشرة إلى استصدار قرار من البرلمان الذي يهيمن عليه. واليوم الثاني وصلت القوات التركية إلى قطر. تركيا لا تستطيع أن تخوض حربا ما وراء البحار، وتركيا لا تستطيع أن تحمي قطر من أي تدخل خارجي، وإنما أتوا لحماية تميم من أي حركة داخلية من داخل قطر. فتميم بالنسبة لهم يمثل الدعم المادي لحركة الإخوان المتآمرة على الأوطان العربية والإسلامية في كل مكان. هل الضغوط العربية أو ضغوط الدول الأربعة بالذات اقتصاديا أتت بثمارها أو بدت تؤتي ثمارها بالفعل؟ يعني نحن نرى أن بعض البنوك الأجنبية بدأت بإيقاف التعامل بالريال القطري، أيضا ابتدينا نشوف تدقيق في التمويلات، يعني لو حد بيبعت أي تمويل عن طريق بنك قطري الموضوع بقى صعب جدا. ابتدينا نشوف بعض الآثار. هل أنتم أيضا ترصدون تأثيرات لهذه الضغوط؟ نعم يا سيدتي، الآثار واضحة. أولا، المال القطري أصبح مالا مشبوها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو تلاحظين أن جماعات بنغازي أعلنت عن حل نفسها لأنها لم تعد تتلقى المال القطري الملوث. أيضا هناك انحسار لصوت النصرة ولصوت القاعدة في سوريا. أيضا هناك تركيز الآن على العمليات العسكرية في اليمن ضد الحوثي وضد داعش، وأنا أدعو الإخوة العسكريين أن يقيموا فعالية العمليات العسكرية أثناء وجود قطر في التحالف العربي وبعد أن خرجت قطر، لأن هناك ربما كان هناك نوعا من التسريبات التي تفشل العمليات وخاصة العمليات الجوية. أنا أدعو العسكريين لتقييم هذه الحالة. قطر الآن يا سيدتي أصبحت تحت المجهر، وقريبا ستصبح كرة نار الكل يتقاذفها والكل يتبرأ منها. بشكرك سيد صالح الزهراني، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من جدة من المملكة العربية السعودية. إذن إحنا في انتظار الرد القطري، والله ربنا كرمكم وقدرتوا أن أنتوا تفهموا أن إحنا كل اللي طالبينه أن أنتوا ما تمولوش الإرهاب، ما تلعبوش في الدول بتاعتنا، ما تسلحوش الإرهاب، ما تقلبوش الأنظمة، ده كل اللي عايزينه، مش عايزين حاجة تانية، ما تفتحوش التلفزيونات بتاعتكم عشان تحرضوا على الإرهاب. والحقيقة هو بيقول لك إيه؟ طيب يعني اشمعنى انتوا عايزين تقفلوا الجزيره؟ ما نقفل العربيه وسكاي نيوز وكمان بعض المحطات المصريه. نحن لا نحرض على الارهاب،
لا العربية ولا سكاي نيوز ولا أي محطة عربية ولا إحنا ولا في أي محطة مصرية يمكن أن تحرض على الإرهاب. الجزيرة محطة تحرض على قلب الأنظمة، تحرض على الإرهاب، تستضيف كبار قادة المنظمات الإرهابية. وفي تحريض على الإرهاب إيه أكتر من كده؟ وفي تحريض إيه على قلب الأنظمة أكتر من كده؟ قيادات النصرة كانت على شاشة الجزيرة، قيادات الإخوان، أعلى قيادات الإخوان كانت على شاشة الجزيرة. طب يعني إيه تحريض في عز، يعني مش بس عندما كانوا يحكمون ولكن في عز أوقات ارتكاب الإخوان لجرائم الإرهاب كانوا على شاشة الجزيرة. كل ما نطلبه هو التعايش السلمي، تقدروا تعيشوا معانا بسلام ولا ما تقدروش؟ وبعدين نرجع للأموال، بنتكلم على الأموال القطرية. الحقيقة أن قطر استعانت بالاف بي اي وقالت لك إحنا we have been hacked، تم اختراقنا. وقالوا ايه؟ واغرب حاجه تم اختراقنا، لا في التصريحات بتاعت تميم الامير الصغير قال لك تم اختراقنا عن طريق ايفون. يعني هو في، معلش، في بلد بتخترق عن طريق ايفون؟ ده بقى مش عايز اقول كلام بقى ما يصحش يتقال على شاشه التلفزيون. يعني يو هاف بين هاكت باي ان ايفون، صعب شويه قوي. طيب ما علينا، جبتوا الاف بي اي باساس ان هو ايه، هم بيشتغلوش غير بالامريكان يعني. طيب جابوا الاف بي اي علشان يشوفوا من اخترق وكاله الانباء القطريه وبث الاخبار غير الصحيحه. طب ما زي ما جبتوا الاف بي اي، ما تجيبوا الناس من التريجري، من وزاره الخزانه، جيبوا ناس من التريجري الامريكيه، ما هو برضو متعلمين، عارفين يعرفوا شويه حساب ومتعلمين، ناس كويسه كمل كده متعلمين، يروحوا يدخلوا على المركزي القطري والجهاز المصرفي القطري كله لمتابعة الأموال رايحة فين وجاية منين. دول كتيرة في المنطقة ابتدت تشتغل بكده لتنظيف وضبط إيقاع الأجهزة المصرفية، كي عشان انتوا لو بتمولوا الإرهاب وانتوا ما تعرفوش، يعني في مثلا الشيخ فلان بيمول الإرهاب وانتوا ما تعرفوش، الشيخ علان ابن عم الأمير مثلا بيمول الإرهاب وانتوا ما تعرفوش، الشيخ علان بيمول أي حد، يعني انتوا ما تعرفوش، يجوا الناس بتوع التريجري ديبارتمنت يبصوا جوه الجهاز المصرفي بتاعكم وجوه المركزي بتاعكم ويظبط لكم الدنيا. مش انتوا بتجيبوا الاف بي اي؟ هاتوا بتوع التريجري. ولا احنا وي هاف بين هاكت باي ان ايفون بس ما نجيبش التريجري، محدش يبص على الخزانه بتاعتنا وفلوسنا رايحه فين وجايه منين. كل ما تطلبه الدول العربيه هو وقف تمويل وتسليح الارهاب وتحريض الدول على بعض وتحريض الجماعات الإرهابية والتحريض ضد الدول العربية والأنظمة العربية. كتير ولا ما تقدروش تعيشوا من غير تحريض؟ عموما إن غدا لنظيره قريب وحنعرف إيه اللي هيحصل خلال أيام قليلة، وزي ما قلت لكم هيكون هناك اجتماع مؤتمر صحفي رباعي، وربما ينضم أيضا وزير الخارجية الكويتي للمؤتمر الرباعي العربي المتوقع في القاهرة يوم الأربعاء. نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس قامت بحبس علا يوسف القرضاوي، نجلة يوسف القرضاوي الداعية الإرهابي، وزوجها القيادي بحزب الوسط حسام خلف لمدة 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية. النيابة أسندت إلى نجلة القرضاوي وزوجها اتهامات الانضمام إلى جماعة الإخوان، طبعا وده عادي، تمويل تلك الجماعة، معاونتها في تنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة. أجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على علا وزوجها وهم في الساحل الشمالي بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة في قضية تضم 100 شخص من قيادات الإخوان وأبنائهم، لأنه بعد ما قيادات الإخوان دخلوا السجن أولادهم ابتدوا يشتغلوا، وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية المسؤولة عن نشاط الجماعة. التحريات أكدت أن المرسي هو المسؤول التواصل بين قيادات الجماعة الهاربين وبين قواعدها من أعضاء الحراك المسلح ونقل التكليفات العملية. تحريات أيضا أفادت أن عددا من أسر المتهمين والمتحفظ على أموالهم، يعني كانوا هم اللي بيديروا أموال ورؤوس أموال الجماعة وبيديروها من أجل تسليح العناصر الإرهابية. مش عارفة يعني الحقيقة هي البلد، هي الدولة كانت سايبة ونيابة والشرطة كانوا سايبين علا القرضاوي ليه مدام عليها كل هذه الاتهامات وزوجها قيادي بحزب الوسط؟ ماذا ننتظر من
هذا الأمر. خلونا نذهب إلى الأمور المحلية أيضا وإلى مجلس النواب، حيث كان هناك النهاردة مشادات الحقيقة بين دعم مصر وبين الحكومة، بين عدد من النواب وبين الحكومة. رئيس دعم مصر زعيم الأغلبية محمد السويدي قال أنه لابد من رفع القيمة التي يأخذ بها أو التي تحصل بها الدولة أو الحكومة الحاصلات الزراعية زي قصب السكر وزي القمح وزي القطن وغيرها، ووضع أرقام بعينها. والحقيقة أنه المستشار عمر مروان قال أن احنا هندرس هذا الأمر، لكن النائب محمد السويدي قال أنه لا، هذه ليست للدراسة ولكنها تكليفات. معي على الهاتف مهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية. باشمهندس محمد مساء الخير يا فندم. كيف كانت النهاردة الجلسة؟ وانا عارفة ان حضرتك طرحت فكرة رفع اسعار، كنا بنتكلم امبارح انا وحضرتك على موضوع الفلاحين، والنهاردة حضرتك طرحت موضوع رفع اسعار يعني تحصيل الحاصلات الزراعية، ورد الحكومة كان ان احنا هندرس. فلو تقولي كيف كان رد حضرتك؟ تمام، هي الفكرة اصلا حضرتك ان اي قرار اقتصادي لازم في الاول بيدرس ما هي اثاره على الناس وعلى المجتمع، وبعد تطبيقه طبعا طبقا لاليات السوق، وحضرتك عارفه ان يعني الرقابه ما بتبقاش في كل حاجه محكومه، او بيدرس برضو الاثار بتاعتها. المحروقات بالتاكيد هتاثر على الحصلات الزراعيه اللي بيوردها الفلاح باغلب كمياتها للحكومه، زي الرز بتورد للتموين، زي السكر بتورد الشركات اللي هي بتنتج السكر، قصب سكر او بنجر، القطن بتتورد دي المحالج وبتتورد دي شركة القبضة، القمح بتتورد، فكل دي حضرتك بتستخدم محروقات وبتستخدم نقل وبتأثر على الفلاح. احنا السنة اللي فاتت كنا تقدمنا للحكومة قبل ما يحصل الزيادات الجامدة، قلنا للحكومة اشتري الرز ب 3000 جنيه بدل ما كانت بتشتريه ب 2300، نتج عنه انها اصرت على سعر 2300، فاشترت التجار المحاصيل من الفلاح، وبالتالي الحكومة رجعت تاني تشتريه بسعر غالي من التجار، يعني معناته ان الفلاح هو اللي تحمل وبعض التجار هي اللي استفادت من الخطأ ده. احنا السنة دي قلنا لا، احنا حريك درسنا الوضع، في اسعار اللي بنشوفها تبقى عادلة للفلاح وما تأثرش في النهاية برضه على السعر المنتج النهائي للمواطن اللي بياخد من التموين والمقضي. عملنا الدراسات وكنا شغالين عليها بقالنا فترة، وصلنا لأرقام تبقى عادلة للطرفين، الفلاح يبقى مرتاح وهو بيبيع بالأسعار دي ويكسب، ما نأثرش عليه، نقفل حتة التجارة اللي هي في النص واستغلال بعض الأوضاع. طيب، لأن حركة دايما الإعلان مثلا عن سعر الرز بعد ما يبيع الفلاح ما يقدرش يستنى، وقت ما بياخد المحصول عليه يدفع إيجار وعليه يدفع حركة مصروفات تانية أخرى، فبيضطر يعني يبيع للتاجر بسعر رخيص. فإحنا قلنا لا، أسعار ثابتة اتفقنا عليها، ان الرز الشعير يبقى ب 4000 جنيه بدل ما كان السنه اللي فاتت ب 2300، سعر السكر القصب يبقى ب 1000 جنيه الطن، والبنجر يبقى ب 600 جنيه، القمح يبقى ب 650 جنيه الارداد، والقطن حضرتك طبعا اللي هو بنعتبره يعني سلعه للاسف بتتبهدل، يبقى في الزام على الشركات القابضه انها تشتريه ب 2200 جنيه. الحكومه بقى هتوافق ولا قالت لك هتدرس وربنا يكرمنا وما عندناش فلوس وكده؟ رد الحكومه وهو اللي ما عجبنيش خالص، قالت لي احنا هناخد الحاجات دي في الحسبان وهندرس ونشوف السعر المناسب. طبعا ده بالنسبه لي انا ما بقولش انا كشخص فقط، انا ونواب ائتلاف ونواب المجلس لم نقبل الرد ده على الاطلاق. احنا واتفقنا ان دي دراسات تمت من خلال اللجان اللي موجودة في المجلس، وعلى الحكومة تنفذها، لأن احنا في الآخر بنتكلم للمصلحة العامة، ومش هنستنى تاني نشوف الحكومة تقول لي أنا أشوف البتاع، لأن في الآخر النهاية هي بتدفع أكتر، ولن نقبل الفلاح يتظلم، ولن نقبل إن السلع بتاعتنا. فإحنا اتفقنا في لجان هتتابع إن شاء الله لحد ما تصدر هذه القوانين، مين الجاية اللي هتشتري بالأسعار كذا، وبإذن الله احنا اللي مسؤولين عن تنفيذها امام الفلاح ومتابعتها مع الحكومه. ده مش النهايه، ممكن تظهر لنا بعض الحاجات الثانيه نبتدي ناخدها برضو ان شاء الله
لو لقينا ان في قطاع المعرفة البلد الفلاحين يعتبر 50% من شعب مصر، وده كان من اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. بشكرك مهندس محمد السويدي رئيس زعيم الاغلبيه ورئيس ائتلاف دعم مصر، والحقيقه انه يعني اعتقد انه تحرك مهم. الفلاح دايما حاسس ان هو مظلوم، ودايما يعني بنتكلم مع الفلاحين، فاي حد بيتكلم مع الفلاحين بيقول لك يا جماعه انتوا ناسييننا، احنا مظلومين. الان الائتلاف بيقول بيطالب بزياده ثمن المحاصيل، او الحكومه بتدفع كامل الفلاح في استرداد المحاصيل الزراعيه. النهارده الحقيقة كان في موضوع صعب شوية، يعني وقفت قدامه وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر، كان أمام البرلمان وقال إن هناك مساعي حاليا للاتفاق مع إحدى الجهات السيادية بالدولة لتقوم بقراءة العدادات عدادات الكهرباء شهريا، وذلك لتحسين الأداء، خاصة إنه عدد المحصلين قليل. دكتور شاكر قال إن عندنا 10,000 محصل وقارئ عداد، وإحنا محتاجين 10,000 آخرين. ولما يعني طب خلينا نسمع الاستاذ ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء. استاذ ايمن مساء الخير. مساء الخير استاذ نميس، اهلا بيك. اهلا بيك. يعني ليه ما عندناش عدد كفايه من المحصلين، ولماذا اللجوء لجهه سياديه؟ هو بدايه هي مشكله طبعا اتكررت كتير، وقعدتنا في وزاره الكهرباء لما تكون في مشكله بتتفاقم على طول بنحاول نحط حلول خارج الصندوق زي ما بيقولوا. فالشكوى من المحصلين ان هو عدد العاملين بعمليه الكشف والتحصيل فيهم عاجز، والعاجز ده حاولنا ان احنا نضع حلول اخرى بديله، ان احنا نشجع ان يبقى في تدريب تحويلي من داخل العاملين من اعمال اداريه يخشوا في عمليه التحصيل. ولكن برضه ما زالت كانت الشكوى برضه بتتكرر من المواطنين والمشتركين ان في بعض القراءات بتبقى جزافيه، بعض التاخير في عمليه الكشف اللي موجوده. وبالتالي كان اللجوء الى يعني طرف ثالث ده نضمن منه حاجتين. نضمن منه اول حاجه الحفاظ على سريه قاعده البيانات، لان قاعده البيانات الخاصه بالمشتركين ديت يعني مش, مش 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 اي حد او شركه خاصه ممكن تخش، وبالتالي ده يعتبر يعني شيء زي امن قومي يعني. حفاظا على المعلومات بتاعه المشتركين كان اللجوء الى الجهات اللي هي ممكن تحافظ على السريه ديت، وكمان في نفس الوقت ان هي تقدر يبقى في التزام منها بالمطلوب. احنا عايزين ان هو يبقى المواطنين الشكوى بتاعتهم تنتهي من حته الكشف ديت، يبقى القراءه شهريا يتم تجمعها على اساس ان هو ان شاء الله في يعني في خلال 5 سنوات هيبقى في عمليه احلال للعدادات اللي هي الميكانيكيه اللي هي المعتاده الى عدادات ما يسمى اللي هي بريبيد او اللي هي الكوديه دي. طيب معلش انا عندي يعني عايزه بس اناقش حضرتك في الموضوع ده استاذ ايمن. الحقيقه انه يعني يعني بدل ما نعين ناس جديده او بدل ما نوظف ناس علشان احنا عايزين نشغل ناس، يعني احنا محتاجين محصلين، فبدل ما نوظف ناس احنا بنلجأ لجهة سيادية، غالبا جهة سيادية دي القوات المسلحة. طيب انت احنا كده بنحمل القوات المسلحة بصراحة ما لا طاقة لها به، يعني احنا بنقول لهم شقوا الطرق واعملوا العاصمة الادارية ومش عارفة واعملوا لنا 1.5 مليون فدان واعملوا لنا كل حاجة. فيعني الحقيقة انه موضوع صعب جدا، بالاضافة الى ده ان انت بتعرض فرض القوات المسلحة انه يبقى على خلاف مستمر مع المواطن، ده هينزل يخبط على الباب، جه المحصل اتخانق مع الناس، احنا ليه بنعمل كده؟ يعني ليه هو لماذا كل حاجة؟ وبعدين نرجع نقول اصل الجيش بيسيطر على 30 ولا 40% من اقتصاد البلد، بدل ما نصلح المنظومة الإدارية والمنظومة والمؤسسات الدولة المدنية احنا بنوسع اختصاصات القوات المسلحة، شيء غير مفهوم انه يجي كمان الطلب ده من الحكومة. اسمحي لي اوضح بس حاجة يا فندم. هو اولا الجهه السياديه ما قلناش ان هي لازم تبقى من القوات المسلحه، هتكون مين جهات المخابرات يعني ولا ايه؟ ما هي في جهات امنيه كتيره موجوده في في الدوله تقدر ان هي تحافظ على. اكيد مش هجيب ضابط المخابرات ينزل يعمل حصايه يشوف الكهرباء. لا اسمحي لي اوضح حاجه. اتفضل. هي لما بتكون تحت رئاسه
وتحت إدارة الجهة السيادية وهي تقدر تتعامل بضمان سرية المعلومات. مش معنى كده ان هتنزل الجنود في عند الناس ديت مش ده المطلوب. امال هتعمل ايه؟ هتجيب قطاع خاص؟ لا بس هي اهم حاجه ان هي احنا يهمنا قوي سريه البيانات. طب ما سريه من يعني انت بتقول لي ان وزاره الكهرباء غير امينه على سريه البيانات؟ لا 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 مش كده يا فندم. طيب احنا كشركه عندنا البيانات ديت واحنا امينين جدا عليها. اذا يبقى احنا نستخدم ناس من الشركات ونزود عدد الموظفين وعدد المحصلين. بالعكس دي فرصه ان احنا ده فرصه تشغيل جديده. يعني فرصه تشغيل دي نقطه ثانيه يا فندم. اسمحي لي اوضح بقى النقطه ديت بقى. زي ما كنت بقول لحضرتك احنا في سبيلنا وفي طريقنا ان احنا نستبدل ونعمل حلو تجديد للعدادات اللي هي القديمه بعدادات الكارت المشحون مسبقا. وبالتالي حضرتك لما خلال 5 سنوات حولتي العدادات دي كلها ما لا تحتاج الى قارئ ولا تحتاج الى محصل ده حتى ده. لكن احنا في فتره مؤقته دلوقتي محتاجين كام محصل؟ لا ما انا بقول لحضرتك محتاجين 10,000 واحد. ليه الدولة ما تعملش فرص عمل مؤقتة ل 10,000 شاب يعني ممكن كمان يكون فيهم شابات على فكرة، 10,000 من العاطلين اللي هم متعلمين درجة تعليم معينة، احنا عايزين حد يكشف على النور ويحصل النور، ليه ما نعملش ده؟ بص يا فندم انت دلوقتي حضرتك لو انت عينتي جديد المعنى كده انك بتحمل. انا مش بعين لا مش هعين. انا هديهم هذه عماله مؤقته لمده معينه مش بعينهم. ما هي نفس يبقى نفس المنطق يا فندم. طب هو انا لما هحطهم هجيب القوات المسلحه، القوات المسلحه هتعمل ده ببلاش؟ ما هي في مقابل. طيب ما انا ادي المقابل للشباب بقى، ال 10,000 شاب دول اللي انا عايز اشغلهم. طب يا فندم بدل مزيد العبء على القوات المسلحه. لا بعد الفتره ديت هتعملي فيهم ايه؟ خلاص هم يبقوا عارفين. معلش لا هم في ناس بتيجي وده في العالم كله كلنا عارفين، كلنا اشتغلنا اعمال مؤقته. بتيجي تقول له انا عندي ليك عمل مؤقت، هذا العمل مؤقت، تحب تيجي يا باشا ولا ما تحبش؟ بس بص يا فندم التجربه اللي هي الكهرباء او قطاع الكهرباء مر بيها في العماله المؤقته دائما بتبقى عماله مؤقته بعد كده هوت بتتطلع دايما للتثبيت وفي كل المصالح الحكوميه كده. ما عندكش في كل، انتوا كم موظف في قطاع الكهرباء يا استاذ حمزه؟ 170,000. من ال 170,000 ما عندكش 10,000 تعيد تاهيلهم انهم ينزلوا يبقوا محصلين؟ ما عشان كده انا بقول لحضرتك احنا من ضمن البدائل اللي طرحناها وتطرقنا اليها ان احنا عملنا تدريب تحويلي لبعض العاملين اللي موجودين. ده تدريب تحويلي اجباري. يعني حضرتك تقول له يا اما هتتحول لا. كذا يا اما هو انا ما ده الوضع اللي عندي وعندك. ما هو بص حضرتك انت عندك عماله، العماله ديت طبعا كلها كله بيقوم بالوظيفه بتاعته، ولكن انت محتاجه ان انت تعيدي ترتيب العماله بحيث ان هي تغطي لك العجز اللي موجود. طب العجز اللي موجود دوت ما تقدريش تجبريه ان هو ينزل في حاجه هو مش قادر يعطي فيها. انما احنا بنعمل ايه؟ بنسعى او بنلجا لطريق تاني، التحفيز، ان انا احفزه ان هو لما يعمل يحصل فواتير من الفواتير الموجوده، وعمليه التحصيل ديت بالتحفيز جابت نتيجه. انما القارئ ما زال برضه بعد، حتى في عاملين دخلوا في عمليه الكشف دي ولكنها برضه مش مغطيه وبرضه بتيجي شكاوى كتير. بس يعني معلش استاذ ايمن انا الحقيقه لازم اختلف مع هذا المنطق تماما مع وزاره الكهرباء واقول ان في مليون طريقه اخرى. واحد ان الناس تخش على النت وتحط القراءات وتكشف، انت تقدر تعمل كشف اللي هو زي عينه عشوائيه كده تشوف الناس دي صحيحه ولا لا. عندك الطريقه دي ليه يا فندم؟ عملنا كل الطرق ديت. يعني احنا عملنا تطبيقات للتليفونات المحموله علشان هو المواطنين تشارك معانا وتعطي القراءات. فتحنا المواقع الإلكترونية كلها علشان يدوا القراءات، ولكن في النهاية الواقع بيقول إيه؟ تظل الشكاوى المتكررة من القراءات الجزافية، أو إن هو بيبقى برضو القارئ، حتى القارئ اللي تبعنا ساعات بيلجأ إلى التقدير الجزافي نتيجة إن العدد اللي موجود عليه بيبقى أكثر. طيب ما أنت قول للمواطن هو يعمل القراءة بتاعته، فين التقديرات الجزافية بقى ساعتها؟ لا ما أنا بقول لحضرتك إحنا طرحنا الحتة ديت، بس ولكن عدد المشاركات الإيجابية من المواطنين برضو قليلة.
وبالتالي بنظل قدام واقع احنا لابد نجد له حل. يعني احنا مش يعني انا اظن ان لا يمكن انه ما فيش حل في مصر غير دايما القوات المسلحه، مع احترامي وحبي وتقديري، لكن انا هنا بحمل هذه الجهه، بحمل القوات المسلحه فوق طاقتها بصراحه. انا وبعدين نرجع نشتكي ونقول انها تسيطر على كذا وكذا وكذا واحتكارات ومزاحمه للقطاع الخاص. لا، ده شغل الحكومه وشغل القطاع الخاص من بعد الحكومه، لا علاقه القوات المسلحه بالموضوع ده. وما تكلمنيش على الامن القومي، انه جهاز الكهرباء او وزاره الكهرباء وشركات الكهرباء هي امينه على كل الداتا اللي موجوده. ما تكلمنيش ان ما حدش امين في البلد غير القوات المسلحه، انت كده بتشكك في امانتنا كلنا. لا لا يا فندم، لا مش قصدي كده. لا بص حضرتك، احنا في وزاره الكهرباء احنا عندنا البيانات بتاعه المشتركين وحريصين عليها جدا جدا جدا. طيب، لان ديت يعني برضو امنيا لابد ان احنا حريصين عليها، ولكن في التعامل مع الناس ديت او مع البيانات ديت لابد برضو لما نديها لجهه. احنا ممكن على فكره في احنا عايزين 10,000 محصل، وانا بديهم بيانات جمهوريه مصر العربيه، انا عايز 10,000 محصل. لا ما هو لا يا فندم مش قصدي كده، انت هتديهم عمليه التحصيل، الكشف مش التحصيل على فكره. انا مش هديهم للاخوان على فكره، مش هديهم مش قادر اصدقك. مش قصدي، بص يا حمادي، لازم نفرق ما بين هم هيتولوا ايه ومش هيتولوا ايه. هم هيتولوا عمليه الكشف فقط، القراءه العداد فقط عموما، انما التحصيل هيقوم به وزاره الكهرباء. واحنا على فكره ان احنا لما بندي شركات خاصه، يعني عمليه التوظيف العاملين او الاختبارات ادينا شركه خاصه لا تتبع للجيش ولا تتبع للجهات السريه ولا اي حاجه، واخد حضرتك؟ وده الاتجاه احنا بنقوم بيه. طيب، بشكرك استاذ ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء. انا تاني حقيقه اللي احنا بنعمله ده اولا بيدمر مؤسسات الدوله المدنيه. انا ما اقدرش يبقى ما عنديش مؤسسات دوله مدنيه، ما اقدرش بدل ما اصلح البنيه الاساسيه للدوله كل حاجه اقول يعني القوات المسلحه كفء، والقوات المسلحه الحقيقه بتعمل حاجات بشكل عظيم وبتكلفه اقل وبكل شيء، لكن انا ما اقدرش ان انا يعني القي عليها بكل الاعباء وبعد كده اجي اشتكي اقول لك اصلها دلوقتي بتزاحم القطاع الخاص بشكل كبير. طب ما احنا اللي بنقول لها اهو تعالي، بدل ما صلح وزاره الكهرباء واعيد تدريب كفاءتها واعيد تدريب الناس انها تشتغل بشكل مختلف في مناصب مختلفه، لان هو ده الوضع الاقتصادي ولازم يعملوا كده وما فيش حل غير كده، بدل ما اعمل ده او القوات المسلحه تروح تاخد ده اكيد في بمقابل هيبقى في خناقات مع المحصلين اللي هم ممكن يكونوا من ما اعرفش هيكونوا من مين. احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بندخل خلاف بين المواطن وبين جهه زي دي؟ الحقيقه انا مش عارفه الناس بتفكر ازاي. ما علينا، اذا نخرج فاصل بعد هذا الخبر، وبعد الفاصل الاستاذ وحيد حامد الجماعه الجزء الثاني.